بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هناك ظواهر كثيرة من حولنا لا نعرف أنها مذكورة في القرآن. هناك نوع من الجبال الملونة المخططة التي حيرت العلماء كيف رسمت وكيف تشكلت، ثم يقولون إن الطبيعة هي التي شكلت هذه الخطوط الملونة الرائعة. دعونا نتأمل ما كشفه العلماء وما أنبأ به القرآن العظيم. تتكون هذه الجبال من رمال حمراء وحجارة كلسية تعكس اللون الأبيض، وتتجلى فيها تشكيلة من الألوان المختلفة التي تجعل من هذه الجبال لوحة فنية رائعة. ويقول العلماء إن الدراسات الأولى على هذه الجبال أثبتت أنها تشكلت قبل 80 مليون عام بطريقة خاصة ميزتها بالانحدارات الشديدة. ويقول العلماء إن الدراسات الأولى على هذه الجبال وجدت أن هذه الجبال تشكلت قبل 80 مليون عام بطريقة ميزتها بالانحدارات الشديدة ذات اللون الأحمر، كما تشكلت ألوان أخرى كالأخضر والأسود والأصفر. سبحان الله، هذه الجبال نراها اليوم بشكل طبيعي بألوانها الزاهية الأحمر والأصفر والأبيض، ومنها أجزاء شديدة السواد. الله تبارك وتعالى قال: ومن الجبال جدد، أي طرق أو خطوط عريضة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. لا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله. يا الله.